الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نبتدئ في هذه السلسلة بإذن الله في شرح مادة Digital Communication System، تخصص تقنية إلكترونية في مرحلة البكالوريوس. راح نتحدث في البداية عن طبيعة المادة، حيث أنه سبق دراسة نظم اتصالات في مرحلة الدبلوم، وهي فكرة مبسطة وعامة عن النظام التماثلي، نظام الاتصالات أو أنظمة الاتصالات التماثلية أو التناظرية، ومقدمة مبسطة عن أنظمة الاتصالات الرقمية. راح يكون أول فيديو عندنا اللي هو Chapter 1 Introduction to Digital Communication System، اللي هو مقدمة عن أنظمة الاتصالات الرقمية، وراح يكون المحتوى للشابتر 1 في البداية راح يكون نبذة تاريخية عن الاتصالات الرقمية، تاريخ بدايتها. فالواحد History of Digital Communication، 2 Process of Communication اللي هو عملية الاتصال كيف تحدث بصورة مبسطة جدا، 3 Definition of Signal اللي هو تعريف الإشارة، عدة تعريف وفي تعريف أخرى، لكن حبينا بس نرى بعض التعريف عن تعريف الإشارة، 4 Time Value Definition of Signals Analog and Digital، المقصود فيه اللي هو تعريف الإشارات بمفهومين أو بأساسين اللي هو أساس التايم وأساس القيمة، قيمة الإشارة أو التايم تبع الإشارة، وراح نتكلم فيها بالتفصيل. 5 Why Digital Communication System is Preferred، ليش يفضل أو لماذا يفضل أنظمة الاتصالات الرقمية. 6 Binary Interface in Digital Communication اللي هي الواجهات الرقمية أو الواجهات الزيرو وان، Binary Digit Interface اللي هو Binary Interface in Digital Communication System. 7 Elements of Digital Communication System اللي هو العناصر لأنظمة الاتصالات الرقمية، و8 Standardized Interfaces and Layering اللي هو المقصود فيه الواجهات المعيارية، الواجهات المعيارية والطبقات، وهذه راح تكون يعني نقدر نطلق عليها اللي هو البروتوكولات المتفق عليها عالميا في أنظمة الاتصالات. فلا يمكن إنه شركة اتصالات معينة تعمل بنظام مستقل بحد ذاته وبأجهزة منفصلة عن الشركات الأخرى، لابد أن يكون في بروتوكولات وفي اتفاقيات، بحيث أنه بعض الأجهزة أو بعض الشركات تساهم مع بعض في إنتاج بعض الأجهزة لكي تربط الشبكات ببعضها. على سبيل المثال، لو احتجنا مثلا في عملية تحويل مثلا من analog الى digital جهاز معين اللي هو مثلا analog to digital converter، محول من analog او تماثلي الى رقمي، وفي شركة معينة X شركة عملت هذا الجهاز، لا يمكن شركة اخرى تعمل جهاز مختلف تماما في طريقة تشغيله وفريق في طريقة توصيله، فراح يكون هناك standardization اللي هو معيارية مشتركة بين جميع الشركات عشان تفيد وتستفيد من بعضها. 9 الكوميونيكيشن سورسز اللي هو مصادر الاتصالات، 10 اللي هو قنوات الاتصال اللي هو الكوميونيكيشن شانلز، 11 الديجيتال انترفيس، و12 راح يكون عندنا تطبيق في الماتلاب، برنامج موجود فقط المطلوب تطبيقه على الماتلاب. واحد هيستوري اوف ديجيتال كوميونيكيشن، في عام 1948 يعني بعد الحرب العالمية الثانية، the idea
اللي هو of converting an analog source output to a binary sequence, and the notion that this should be done before channel processing was even more revolutionary. في عام 1948 تمكن العالم اللي هو شانون ونيكويست في اللي هو في بعملية تحويل اللي هو طريقة تحويل الإشارات أو المعلومات التماثلية إلى سلسلة ومتسلسلة من الأعداد الرقمية. هذا كان في عام 1948 فقط في عملية اللي هو عملية تحويل رياضي. اليوم معروف إنه كل أو جميع المصادر تستخدم هذا النظام اللي هو ديجيتال. فtoday any kind of source is digitized اللي هو المقصود فيه إنه كل المصادر أصبحت تستخدم اللي هو أنظمة الرقمية. على سبيل المثال لو تكلمنا في الأنظمة القديمة الفلوبي ديسك اللي كان بالمربع اللي باللون الأسود وكان يعني ممكن تخزين فيه بعض المعلومات بمساحات جدا صغيرة, في ذاك الزمان كان يعتبر ثورة في عالم اللي هو حفظ المعلومات, ولكن كان يستخدم في عملية التخزين معلومات تماثلية كمثلا صور كفايل كمعلومات معينة. لكن الآن لا يمكن أحصر هذه المعلومات اللي هو المعلومات فقط أو الأنظمة الرقمية فقط في عملية الإرسال والاستقبال. فلا يمكن أني أقول أنا والله الأنظمة الرقمية اللي هو الديجيتال بصفة عامة أو اللي هو الباينري ديجيت أنه فقط تستخدم في عمليات الإرسال, لا, حتى في عمليات التخزين, في عملية تخزين المعلومات. فلما عندما تمكن شانون ونيكوست في عام 1948 من تحويل الانالوج او المعلومات او المصادر التماثليه الى رقميه او متسلسله رقميه, هذا فقط لا يستخدم في هو فقط طبق نظريه كان يعتقدها ونجح في تطبيقها, وبالتالي تطبيقها مستقبلا راح يكون على الجيل اللاحق. فعملية تحويل المعلومات أو الإشارات التماثلية إلى رقمية ليست مقتصرة على الإرسال هي الأنظمة الاتصالات, بل بالعكس في نظام مثلا التخزين على السي دي تستخدم الأنظمة الرقمية, التخزين على الفلاشات تستخدم الأنظمة الرقمية, التخزين على الإرسال بالإيميل من إيميل إلى إيميل جميعها تستخدم عملية اللي هو digitalization في البيانات يأخذها كأنظمة أو إشارات تماثلية ويحولها إلى أنظمة رقمية, وبالتالي يسهل عملية إرسالها, تكون أقل في المحتوى, تكون أقل حجما. على سبيل المثال لو أرسلت إيميل صورة موجودة عندك في اللابتوب أو في عندك في الجوال راح يطلب منك هذا اللي هو الإيميل راح يطلب منك الحجم أو السايز تبع الصورة لأنه في استطاعته إنه يصغر هذا الحجم ولا يخسر الكواليتي ولا يخسر الجودة اللي موجودة في الصورة الأساسية, فيخيرك ما بين حجم صغير ومتوسط وكبير. هذه جميعها تندرج تحت الأنظمة الرقمية, تخزين الأنظمة الرقمية كذلك تندرج تحت اللي هو البروسيسنج لها, إذا سواء كانت image processing أو كانت أي نوع من أنواع البروسيسنج أي من أنواع المعالجة. فعملية اللي هو digitalization اللي هو لا تختصر فقط على الأنظمة الاتصالات وإنما مستخدمة في شتى المجالات حتى في التخاطب الأجهزة ببعضها, يعني الأجهزة الأساسية اللي موجود مثلا على في جهاز التلفاز في جهاز الكمبيوتر في عدة أنظمة يعني لا حصر لها تستخدم نظام البيانات أو تبادل البيانات رقميا لسهولتها ودقة
المعلومة المراد إرسالها أو المراد استخدامها في مكان ما. فتعريف الـ Digital Communication System are communication system that use such a digital sequence as an interface between the source and the channel input and similarly between the channel output and final destination. فمختصر أو اختصارا لهذا التعريف اللي هو تعريف الأنظمة أو نظام الاتصالات الرقمية هو سلسلة من الرقمية أو من الأرقام الثنائية 01 ترسل أو يتم إرسالها ما بين اللي هو السورس المصدر عن طريق قنوات الإرسال من بداية اللي هو انطلاقة هذا الإرسال إلى أن توصل إلى اللي هو الفاينل ديستنيشن اللي هو المقصود فيه المكان المراد الإرسال إليه. ننتقل للشريحة التالية. عندنا اللي هو عملية الاتصال أو المقصود بعملية الاتصال اللي هو process of communication. لو افترضنا أنه كان يوجد شخص خطيب ما أو شخص يود اللي هو مخاطبة مجموعة من الناس، ولو كانت المسافة محصورة بين هذا الخطيب أو بين هذا الشخص أو الأشخاص الآخرين مسافة يعني محدودة بأمتار، يمكن أن يتواصل معهم ويتواصلوا معه وفي سهولة لقصر المسافة. لكن لو كان في عندي مسافة بعيدة مثل الآن يعني الحمد لله في التطور الحاصل سواء في العالم أو لدينا، فلو في جامع كبير أو في المسجد الحرام أو في أي مكان أو في أي مبنى حكومي يستطيع الشخص يتواصل لعدة مسافات بعيدة جدا تصل إلى كيلومترات بعيدة بنظام بسيط اللي هو المايك مثلا ومكبرات الصوت، وهناك اتصال ما بين هذا المايك وأجهزة أخرى والأجهزة هذه متصلة بمكبرات وهكذا. الفكرة المبسطة لعمل هذا كله هو اللي هو الرسم البيان اللي موجود أمامنا. فعندي المتحدث موجود في هذا الطرف، عندي المايك هنا اللي هو يعتبر محول الترانديوسر اللي هو محول لهذا الصوت اللي هو التماثلي أو الرقمي إلى إشارة اللي هو electrical signal audio. عن طريق هذا المحول يتم تحويل هذه الإشارة إلى إشارة تماثلية. فعندي هنا audio amplifier اللي هو مكبر للصوت لأنه راح يكون الصوت جدا ضعيف اللي ينتج عن المايك، فراح يتم عملية تكبيره. وكذلك يتم نقل هذا اللي هو الامبليفايد اوديو اللي هو الإشارة المكبرة أو اللي هو امبليفايد إلكتريكال سيجنال إلى اللي هو السماعة الخارجية. هذا باختصار جدا مبسط، اختصار جدا مبسط لعمليات اللي هو نقل صوت من A مثلا من نقطة A إلى النقطة B. هذا نظام لا نستطيع أن نقول عليه أنه هذا والله نظام ديجيتال، لكن نقدر نسميه اللي هو نظام أنالوج تماثلي مبسط جدا. لكن عمليات التحويل اللي موجودة في الأجهزة المتطورة مثلا في المساجد في المسارح في أي مكان آخر لا تستخدم هذا النظام. يعني الآن هذا يعتبر نظام قديم وإن كان يوجد إلى الآن في بعض الشركات تستخدمه، لكن في أنظمة تعمل عملية اللي هو تحويل الإشارات الأساسية اللي من المتحدث أو اللغة بأي لغة كانت إلى إشارات رقمية، وبعدين يتم معالجة هذه الإشارة الرقمية وإرسالها وإعادتها من إشارات رقمية إلى إشارات تماثلية كي إلى اللي هو المكبرات. السبب بذلك أنه عملية النقل تمر بعدة مراحل، لكن يعني لو أخذنا هنا مقطع جانبي لهذه الإشارة اللي هي نابعة من الشخص مثلا شخص يتحدث هنا،
راح تشوف ان الاشاره طالعه نازله فوق تحت، ما في اي اللي هو اي انتظام في 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 شكل هذه الاشاره، وبالتالي عمليه نقلها من المايك الى ما قبل المكبر راح يكون عليها تغيير او يطرأ عليها تغيير في بسبب هذه الوصلات او الموصل، سواء كان واير اللي هو سلاك او راح يكون عن طريق الهواء، والعمليه اللي هو عمليه التكبير كذلك يطرأ عليها بعض الشوائب، وكذلك عمليه نقلها بعد تكبيرها الى اللي هو الى السماعات. فبالتالي لو عملنا عليها عمليه اللي هو تحويل من تماثلي الى رقمي راح يكون الضرر اقل حتى وان حدث ضرر، وراح نتكلم عنها ان شاء الله في الفيديوهات القادمه باذن الله. من عمليات المهمه في الاتصالات فور لينج اللي هو فور لونج ديستانس، لو عندي مسافه طويله عندي عده خيارات، لاين كوميونيكيشن اللي هو خطوط موصلة مباشرة، عندي الراديو اللي هو إشارات الراديو راديو ويف كوميونيكيشن. في نقطة هنا، إيش سبب تسمية اللي هو التيلي كوميونيكيشن أو هذا المسمى؟ ليش ما سمي فقط كوميونيكيشن؟ أصلا في الأساس التيلي اللي هو الحروف الأربع حروف الأولى من كلمة تيلي كوميونيكيشن تعني فار اللي هو تعني البعد، فتيلي كوميونيكيشن لما تسمع هذه الكلمة ليس مقصود بها الاتصالات، وإنما مقصود بها الاتصال عن بعد أو الاتصال البعيد. أوكي. في عندنا لو شاهدنا هذه الصورة، في عندنا ثلاثة اللي هو three categories in respect of direction of communication. لاحظ إن هذا مستخدمة موجودة في جميع المدن حول العالم. ما نتحدث الآن عن الأنظمة المتطورة، نتحدث عن الأنظمة البدائية في الأساس وبداياتها. فعندي 3 اللي هو categories اللي هو ثلاث تصنيفات أو ثلاث توزيعات للاتصالات، عندي simplex وعندي half duplex وعندي full duplex. simplex اللي هو عملية مثلا على سبيل المثال اللي هو انذارات مثلا لو أبغى أرسل إشارة من مبنى معين إلى مثلا اللي هو الإنذار ضد الحريق أو الإنذار لا سمح الله ضد مثلا في حالة الحروب أو أي إنذار إن كان، فأستطيع أنا أرسل فقط إشارة من مركز ما معين إلى هذا اللي هو مكان الإنذار عشان يصدر هذا الصوت فقط، فهو لا ما راح أتلقى منه أي معلومة، فقط أنا اللي أقوم بالتحكم فيه سواء بتشغيله أو بإيقافه، فهذا النظام يسمى سيمبلكس. المقصود فيه أنه خط واحد فقط هو اللي يرسل، خط واحد مثلا للتشغيل وخط ونفس الخط هذا للإيقاف، فعملية الإرسال من المركز إلى اللي هو الفاير اللي هو الفاير ألارم. الخط الثاني وهذا موجود يعني مستخدم إلى الآن وموجود حول العالم، يعني هو مثل أنظمة المستخدمة في اللي هو الاتصالات في أجهزة الدولة على سبيل المثال مثل المرور أو الشرطة أو الدوريات أو الدفاع المدني أو البلديات أو الأمانات أو حتى موجود في بعض الدوائر الحكومية، وموجود أجهزته كمان كذلك في تباع في السوق. فالهاف دوبلكس المقصود فيه أنه يتم الإرسال بين طرفين اللي هو مثلاً تعتبر هذا طرف X وهذا طرف Y، يتم الإرسال بالتناوب. على سبيل المثال هذا عنده اللي هو مفتاح لدخوله على القناة هذا عشان يدخل على القناة هذا ويتحدث، لا يمكن للشخص الثاني يتحدث، فمجرد أنه يضغط هذا كأنه يستأذن الأطراف، ممكن يكون طرف ثاني متصل به وممكن يكون أكثر من طرفين ثلاثة أربعة whatever، يعني فيه عدة أطراف، فهم يستمعون لحديث شخص ما بحيث أنه يستأذن في دخول الشانل اللي هو على القناة ويتحدث. أوكي، يتحدث عشان يستمعوا البقية، والثاني كذلك نفس الشيء يستأذن يعني في مفتاح لدخول السماح لدخول هذه القناة ويتحدث والبقية يستمعون وهكذا. فهذا يسمى half duplex، يعني يعتبر اتصال يعني نصف اتصال. أوكي، من طرف واحد والبقية يستمعون.
الفول دوبلكس اللي هو زي ما يحدث مثلا بأجهزة الهاتف القديمة، سواء بإرسال واستقبال، في عندي مو شرط أن يكون عندي خطين، بقدر ما هو يكون عندي تو شانلز اللي هو قناتين، ممكن يكون عندي واير واحد ومرسل عليه أكثر من قناة، مو شرط، لكنه في قناة للمرسل وقناة للمستقبل مستقلة، كل واحدة على تردد الحال، كل واحدة على باندويت الحال وهكذا. وهذا نقدر نقول عليه فول دوبلكس، حتى مستخدم في الجوالات، في جميع الأنظمة اللي تسمح للطرفين بالحديث أو بالإرسال إرسال المعلومة. ننتقل للسلايد اللي بعده اللي هو Definition of Signal. فعندي مجموعة من التعريف. أول تعريف اللي هو Representation of Physical Quantity، المقصود فيه هو كميات فيزيائية مختلفة. فهذه عبارة اللي هو تعريف من تعريفات السيجنال. التعريف الثاني Signal must carry some information، لازم اللي هو السيجنال الإشارة تحمل بعض المعلومات. التعريف الثالث to measure or predict the represent of physical phenomena or system، mathematical modeling is important، electrical current signal is generally characterized as، وأعطيتك صيغة اللي هو صيغة موجة، موجة كوساين أو موجة جيبية أيا تكن، فآي تي تساوي آي زيرو كوساين أوميجا زيرو تي زايد ألفا. من التعريفات للسيجنال لو تكلمنا عن موجة، موجة جيبية عندي هنا، تمثيلها في مجال التايم راح يكون بهذه الصيغة مع الزمن، فلو ابتدأ تقريبا من الواحد وصلت للقاع اللي هو في زمن معين ما بين نص واحد سكند، راح تكون قيمتها هنا بزيرو كفاليو كقيمة، ولها زمن معين واستمرت إلى القمة اثنين، لها قيمة مثلا في القمة اثنين، والتايم تقريبا ما بين واحد ونص واثنين كتايم. فلاحظ انه هنا عندي continuous value و continuous time، يعني زمن مستمر وقيمة مستمرة. لو حبينا نمثل هذه اللي هو بدل التايم دومين اللي هو مجال الزمن الى الفريكونسي ريبريزنتيشن او الفريكونسي دومين، نفس الفكرة راح يكون بهذه الطريقة، راح تظهر معي التردد، يعني راح نستعيض عن الزمن بالفريكوانسي. فزي كما هو معروف التايم دومين هو في الحالة الطبيعية لأي موجة جيبية أو غير ذلك، والفريكوانسي ريبريزنتيشن نحصل عليها بعد تحويلات فورير، فنحصل على اللي هو frequency representation، ولها تطبيقات ولها استخدامات متعددة. فلاحظ عندي هنا تردد هو اللي يكون متغير مع تغير الامبليتيود، لاحظ هنا في النقطة هذه أعلى امبليتيود أخذ frequency تقريبا 2500 وبعدين تراجع بعد هذه النقطة اللي هي 2500، التردد هنا راح يكون زيرو وما قبلها راح يكون زيرو، فعندي أعرف إنه التردد لهذه الموجة راح يكون 2500. عندي مثال ثاني، هذه الموجة اللي هي موجة AM، لاحظ بعد عملية التعديل أو بعد عملية الموديوليشن حولتها إلى اللي هو الفريكونسي دومين، فأعطتني بهذه الصيغة. لاحظ إن التردد هنا ما بين 2000 و3000 هيرتز اللي هو تردد هذه الموجة المعدلة. في عندي تصنيف آخر وهو يعتبر نوع من أنواع التعريف للسيجنالز سواء أنالوج أو ديجيتال، فنصنفها إلى ثلاث تصنيفات الموجة. فعندي أول تصنيف اللي هو continuous time و continuous value signal، فهذه الموجة مستمر فيها الوقت بدون أي تقطع، وكذلك مستمرة القيمة، فالقيمة راح تكون اللي هي تمثل الأمبليتيود، راح تكون القيمة تصاعدية باستمرار أو اللي هو تنازلية ما دون الصفر، كيف راح تكون مستمرة في القيمة ومستمرة في الزمن، فلا يوجد تقطعات سواء في الزمن أو سواء
في القيمة. هذا النوع الأول اللي هو يرمز له، له اختصار له اللي هو CTCV واللي معناته اللي هو Continuous Time و Continuous Value، يعني مستمر الزمن ومستمر القيمة. النوع الآخر اللي هو Discrete Time و Continuous Valued Signal. فلاحظ عندي هنا الموجة تم تقطيعها، كي تم تقطيعها يعني الزمن تم تقطيعه، ومع استمرار اللي هو القيمة، مع استمرار القيمة، وهذه تستخدم في السامبلينج أو أخذ عينات، في أخذ عينات، وتتبع نظرية اللي هي السامبلينج ثيوريم، السامبلينج ثيوريم. وهذا النوع الثاني اختصار يرمز له اللي هو DTCV. النوع الأخير اللي هو discrete time و discrete value، يعني متقطع الزمن ومتقطع القيمة. فلاحظ عندي هنا الزمن زي اللي قبل، الزمن متقطع، وكذلك الفاليو، الفاليو فراح تكون في تقطع فيها، فراح يكون عملية أخذ العينات كل بعد فترة معينة بناء عليها، على هذا الوقت يأخذ كمان قيم معينة متقطعة، قيم معينة متقطعة. ولاحظ هنا هذا راح نتحدث عنه إن شاء الله في فيديوهات لاحقة. دائرة بالرسمة هذه، لاحظ الدائرة تمثل اللي هو sampled signal اللي هو اللي هو المقصود فيه أخذ العينات، واللي بالخطوط اللي هو quantized signal. quantized اللي هو بالعربي معناتها تكمية أو أخذ كميات وقيم معينة. على سبيل المثال هنا عندي الرينج من 0 إلى 10، لو أخذنا هنا تقريبا فوق 5، نقول مثلا أتت عندي 6.1، فأنا عملية التكمية أو الكونتايزيشن راح ترجعها القيمة الصحيحة أو قيمة مخزنة في النظام، مثلا تكون 6، هنا مثلا أخذ 6.2 أرجعها 6، هنا مثلا أخذ قيمة 7.9 فأنا أرفعها إلى 8، وهكذا لأخذ هي قيم محددة ومتبعة في النظام. طيب السؤال هنا مهم اللي هو Why Digital Communication System is Preferred؟ ليش يفضل نظام اللي هو Digital Communication؟ Digital Communication System is Preferred over Analog Signal System because، لأن عندي ليش مفضل عن Analog؟ أول حاجة Noise، مناعة النويز فيه أفضل، اللي هو النويز immunity فيه أفضل من الأنالوج، فالتأثيرات الخارجية تطرأ على الإشارة بعد إرسالها سواء بالواير أو خصوصا بإرسالها عن اللي هو مجالات الإرسال، راح تكون يضاف إليها نويز وتشوش في نفس الإشارة، فراح تكون مناعته أفضل من الأنالوج. الميموري اثنين اللي هو الميموري، وتحدثنا عنه هذه سابقا. Analog signals are generally stored in devices like magnetic tapes، اللي هو تكلم هنا انه الاشارات التماثلية قديما كانت تخزن على هيئات magnetic زي الاشرطة القديمة الكاسيت، اوكي، فكانت تخزن على هيئة magnetic اللي هو مغناطيسي، والكالفلوبي اللي ذكرنا سابقا، فلوبي ديسك، وأمثلة كثيرة متعددة. هذه انقرضت، اوكي، واتت بعدها بديل، اشياء بديله. ف on the other hand digital information is stored in devices like cd and registers. for example هو الدي، استعضنا عن الفلوبي ديسك بالدي فليب فلوب زي ما هو مستخدم في الفلاش، موجوده الفلاشات اللي متوفره الان. the output can be returned for many years without any external power، يعني أنا أستطيع أني أخزن هذه المعلومات وأحفظها لسنوات عدة بدون أني أنا أكون موصلة بباور. ففي من ناحية النظام الديجيتال يعني هذه بصفة عامة وليس فقط في الكوميونيكيشن، عملية التخزين فيه أفضل من اللي هو الأنالوج. فقرة ثلاثة System Reconfigurability اللي هو المقصود فيه إعادة تكوين الموجة، إذا كانت أنالوج وتم تحويلها إلى ديجيتال بعد استقبالها يمكن إعادة الموجة لحالتها الطبيعية.
عشان لا تفقد من قيمتها شيء. جميع الأنظمة المستخدمة الآن حاليا كلها ديجيتال، حتى نظام الجوالات موجود ديجيتال، فلا يمكن إرسالة. يعني لو أجرينا مكالمة مع شخص ما، فراح يتم تحويل اللي هو صوتا اللي هو أنالوج والصيغة بالشكل التماثلي إلى ديجيتال، وبعد استقباله راح تقوم الجهاز الجوال اللي عندك بتحويله من ديجيتال إلى أنالوج عشان تسمعه بصورة واضحة. فالسيستم عنده الإمكانية هذه لأنه الأجهزة تطورت وسهل اللي هو عملية التحويل، وكذلك فيها دقة عالية. الخطوة 4 اللي هو الايجينج اللي هو نقصد فيها العمر، اوكي، العمر الافتراضي، سواء للأجهزة نفسها او لبعض القطع او الادوات اللي فيها. فالايجينج signifies growing older of the system. It's obviously less effective in case of digital system. In case of analog system, the output may change after a few years. إنه في بعض أنظمة الأنالوج يتغير بعد سنوات، يتغير بعض اللي هو بعض الكومبوننتس اللي هو بعض القطع. Few years due to aging of the discrete analog components like diode. يعني على سبيل المثال أعطاك مثال على هو الديود. فاختصار للكلام هذا انه عمر الأنظمة الرقمية افضل واكثر وادوم من الأنظمة التماثلية. هنا عندي مثال يبين لي اللي هو الفرق ما بين الديجيتال والانالوج. ملاحظ عندي هنا اللي هو ديجيتال داتا اللي هو بيانات رقمية 10110 اللي هي تتمثل هنا هذه الأرقام، وعندي هنا أنالوج موجة أنالوج، وتم إضافة نضيف له اللي هو الـ AWGN Noise اللي هو White Gaussian Noise اللي هو مستخدم جميع الأنظمة كاختبار لمدى نجاح هذا النظام في اللي هو في التخلص من النويز. فيتم إضافة النويز لهذا الإشارة وإضافة هذا النويز نفسه للإشارة نفس النويز، يعني هذه الإشارتين النويز متشابهة نفس الفكرة، لكن تم إضافتها هنا اللي هو الداتا هذه اللي هي ديجيتال داتا، وتم إضافة النويز هنا للأنالوج. ولاحظ التأثير بعد إضافة النويز الافتراضي، لاحظ هذه تم الإضافة في 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 بدايات اختبار النظام قبل ما أعتمد النظام إنه يعمل بصورة صحيحة. تم إضافة اختباره هو عن طريق بعض البرامج أو عن طريق بعض اللي هو اللابات المعامل. فأضيف النويز للإشارة وأضيف اللي هو الديجيتال وأضيف النويز هذا للأنالوج. لاحظ التأثير على الديجيتال، يعني رغم التشويش هذا اللي هو في الواحد أو هنا قرب الزيرو وهنا وهنا، إلا أنه ظلت تقريبا، نعرف أنه هنا تقريبا واحد وهنا زيرو، هنا وان وان وهنا زيرو، بينما لاحظ الإشارة هنا اختلفت بشكل وتم التأثير عليها من قبل النويز بصورة أكبر. ففي الصورة واضحة أنه بعد التعديل النويز التشويش اللي هو إضافة الوايت غاوسيان نويز نسبة العالم غاوسيان، أنه تأثيرها في الديجيتال أقل بكثير من اللي هو الأنالوج.